أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله المعقد التاسع: الصبر في العلم تحملا وأداء، إذ كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بالصبر. أعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعالي تصبرها عليه، ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا بهما لتحصيل أصل العلم تارة ولتحصيل كماله تارة أخرى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال ابن أبي كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هي مجالس الفقه، ولن يحصل أحد العلم إلا بالصبر. قال يحيى بن أبي كثير أيضا: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فبالصبر يخرج من معرة الجهل. قال الأصمعي: من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا، وبه تدرك لذة العلم. قال بعض السلف: من لم يتحمل ألم التعليم لم يذق لذة العلم، ولا بد دون الشهد من سم لسعة. وكان يقال: من لم يركب المصاعب لم ينل الرغائب. وصبر العلم نوعان: أحدهما صبر في تحمله وأخذه، فالحفظ يحتاج إلى صبر، والفهم يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، وإفهامهم يحتاج إلى صبر، واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر. وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما، لكل إلى شأو العلا وثبات، ولكن عزيز في الرجال ثبات. ومن يلزم الصبر يظفر بالرشد. قال أبو يعلى الموصلي رحمه الله المحدث: إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في شيء تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. ذكر المصنف وفقه الله المعقد التاسع من معاقد تعظيم العلم، وهو الصبر في العلم تحملا وأداء. والمراد بالتحمل التلقي، وبالأداء البذل والبث. فالمرء مفتقر إلى الصبر في العلم في طرفيه: تحملا بتلقيه عن أهله، وأداء ببذله وبثه للآخرين عنه. وكل أمر جليل نافع لا ينال إلا بالصبر، ولهذا ملئ القرآن بالأمر بالصبر والحث عليه ومدحه وذكر فضل أهله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، آمرا للعبد بالصبر والمصابرة. والصبر هو حبس النفس على حكم الله، والمصابرة هو وجود ذلك عند المنازع. فالمصابرة حال تطلب من الإنسان إذا وجد ما ينازعه في حبس نفسه على حكم الله، فمبتدأ الحبس على حكم الله يسمى صبرا. فإذا تمادى به الصبر حصلت له منازعة من النفس أو من الشيطان أو من غيرهما، فإذا غالب تلك المنازعة صارت هذه حال المصابرة. وذكر قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية، وأن يحيى ابن أبي كثير رحمه الله قال في تفسيرها: هي مجالس الفقه. فالعبد مأمور بأن يصبر نفسه على مجالس العلم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بإرادة وجهه. ثم ذكر أن العلم لا يحصل إلا بالصبر، وذكر أن من منفعة العلم في الصبر أمران: أحدهما أنه يخرج العبد من معرة الجهل، فعيب الجهالة لا يخرج منه العبد إلا بالصبر. والآخر أنه تدرك به لذة العلم، فلذة العلم لا تدرك إلا بالصبر، كما قال الشاعر: ولا بد دون الشهد من سم لسعة. والشهد هو العسل في شمعه، والشهد هو العسل في شمعه. فإذا أراد مجتبي العسل أن يأخذه من الشمع أصابته وخزات إبر النحل. فكذلك الأمور المعظمة دونها وخزات الألم، فلا بد أن
يصبر الإنسان نفسه عليها. ثم ذكر أن صبر العلم نوعان، أحدهما صبر في تحمله وأخذه أي في تلقيه، فالحفظ يحتاج إلى صبر، والفهم يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر. فلن تحفظ إلا بصبر، ولن تفهم إلا بصبر، ولن تحضر مجالس العلم إلا بصبر، ولن ترعى حق شيخك إلا بصبر. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، أي في نشره بين الناس، لأن الجلوس للمتعلمين له لذة في مبدأ الأمر، ثم إذا طال الأمد صار فيه ثقل على النفس، فيحتاج المعلم إلى منازعة نفسه من هذا الثقل حتى يقيمها بالصبر على الجلوس للمتعلمين، فيصبر بالجلوس للمتعلمين، ويصبر كذلك على إفهامهم، ويصبر على زلاتهم. ولا يستقيم حال معلم لا يحدث قلبه بهذا ويريد أن يستقيم له الناس على هواه، وهذا شيء لم يكن لخير الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ من أذية الناس به أن يأتي إليه الأعرابي فيجذبه من جلبابه حتى يؤثر رداؤه في عنقه صلى الله عليه وسلم، أي باحمراره وتغيره، فيصبر صلى الله عليه وسلم على مشقة ما يجده من الألم. فكذلك المعلمون الصادقون يصبرون على ما يجدون ولا يبالون بهذه الحال، فإنها حال كتبها الله على كل من أراد إقامة دينه، فإنه ما من نبي إلا عودي كما قال ورقة بن نوفل في الصحيحين، وكما تكون المعاداة للأنبياء تكون المعاداة لوراتهم من العلماء، وقد يعاديهم من ينتسب إلى العلم والخير، فالمعلم الناصح يصبر على هذا ويعلم أنه من الابتلاء، ولا يعامل الخلق كما يعاملونه، بل يعامل الخلق بما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فالألم الذي قد يعتريه لقول فلان أو فعل فلان هو من كيد الشيطان له، ومما يدفع كيد الشيطان عنه أن يتسلى بحال الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، فإنهم ابتلوا بأقوامهم، بل ابتلي بعضهم بأهل بيوتهم، بل ابتلي بعضهم بأزواجهم، كما ابتلي نوح ولوط عليهما الصلاة والسلام بزوجيهما. فإذا كان صفوة الخلق وهم الأنبياء ابتلوا بما ابتلوا به في تعليم الناس الخير وبث الدين وهدايتهم، فإن من ينوب عنهم في بث العلم لا بد أن يعرض له من الناس أحوال، ودواؤها أن يصبر كما صبر الأنبياء، وأن يعامل الخلق كما عامل الأنبياء الخلق، فيقتدي بأئمته من أهل الهدى من الأنبياء والعلماء والصديقين والشهداء والصالحين، فيسير بسيرهم ولا يبالي بما يحصل من الناس، لأنه لا يعامل الناس، وإنما يرى أن جلوسه وتعليمه وصبره قربة تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون ذلك أعظم مدد يمد به الإنسان من الصبر. ثم ذكر أن فوق هذين النوعين من الصبر نوع آخر أعظم، وهو الصبر فيهما والثبات عليهما، فإن الإنسان قد يصبر مدة، لكن الثبات على الرشد مما يعز في نفوس الناس، فينبغي إذا وفق الإنسان للصبر أن يحدث نفسه بأن الصبر لا ينتهي إلى أمد. قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: متى الفراغ يا أبا عبد الله؟ قال: الفراغ في الجنة، يعني لا يجد الإنسان راحة من العنت والمشقة التي تمسه في نفسه أو في أهله من الخلق إلا بأن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها.